الموضوع ديال كتداولوا الكليه اليوم مجموعه من الفاعلين السياسيين مجموعه الباحثين حول علم السياسه مرتبط بالمشاركه السياسيه في افق 2021، وهذا اشكاليه اللي مجتمعيه اللي الجامعه المغربيه لا بدات تدرسها. الكل يعرف ان في العالم كله كاين عزوف سياسي، كاين عدم مشاركه، كاين مجموعه ديال الامور اللي كتخلي المواطن كيعزف العمل السياسي. الهدف منا هو دراسه لماذا هذا وما هي الحلول اللي يمكن اقتراحها من اجل الدفع بالامام بالمشاركه السياسيه، وكذلك للمعرفه لماذا. وهذا بعمل اكاديمي عمل علمي، وكذلك يشاركون فيه بعض الفاعلين السياسيين من اجل اغلاء هذا النقاش. وهدفنا كله هو كيف يمكن ان ننجح ونقوي هذه المشاركه السياسيه، حيث المشاركه السياسيه في الاخير المغرب هو اللي غيستافد منها. قد ما كانت المشاركه السياسيه في عام سي، قد ما كانت افكار، قد ما كنتجوا بشكل جماعي واحد الرؤيه موحده حول تنميه المغرب. هذه الندوه بطبيعه الحال تنعقد في اطار تتمها لمجموعه من المحاضرات التي قمنا بها خلال السنه القادمه الفارطه في اطار هذا المسطر حول مساله المشاركه السياسيه، وقد استدعينا اليها العديد من الفاعلين السياسيين، ورغبه منا في توسيع دائره النقاش وفي انفتاح الجامعه على هذا النقاش، ارتئينا ان نحول هذه الندوه من الاطار الضيق ديال المحاضره الى الاطار الاوسع ديال ندوه وطنيه، يعني تحضرها مجموعه من الفعاليات البحثيه من كليات متعددة، وأملنا أن نساهم في تسليط الضوء على إشكالية النفوذ السياسي المسجل لدى فئة عديدة من المواطنين تجاه ما يقوم به الفاعل السياسي، وتقديم مشاريع لفهم هذه الظاهرة وكيفية يمكن ردم هذه الهوة الساحقة، لأنها لا تبشر أو تؤكد بأن هناك هذه الظاهرة غير صحية وبأن هناك مشكل معين، لأنه نسبة المشاركة هي المؤشر الأساسي لمعرفة مدى تقدم المد الديمقراطي من عدمه في دولة معينة. نحن مع الأسف الآن رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة ورغم يعني المجهودات التي يقوم بها الفاعل السياسي، نلاحظ بأنه ما زالت هناك هو ساحقة ما بين الخطاب الذي يروج هذا الفاعل ومدى اقتناع أو تحمس أو تفاعل المواطن مع هذا الخطاب. هناك مشكل، ودورنا الآن هو أن نبحث عن أسباب هذا الإشكال وكيفية يمكن ردمه من أجل تدشين مصالحة جديدة ما بين المواطن والفاعل السياسي، من أجل أن نساهم في تقديم المد الديمقراطي في بلادنا. أولا كوثر السعودي، طالبة باحثة بسلك الماستر ماستر تشريع وعمل مؤسسة الدستورية والسياسية. بالنسبة لنا أن مزيان يتناقش موضوع المشاركة السياسية في مكان اللي هو أكاديمي، عنده طبيعة أكاديمية، ما كاينينش طبيعة سياسية محضة، يعني كاينين أساتذة كيساهموا بمداخلات اللي غتساعد في أنها تشرح كيفاش كتجي الانتخابات وكيفاش كتكون الانتخابات وشنو هي أهمية المشاركة السياسية لا بالنسبة للشباب ولا بالنسبة للمواطنين قاطبة. اللقاء العلمي حول المشاركة السياسية والاستحقاق التشريع المقبلة الاستشرافية جاءت في إطار ما يعرفه الساحة السياسية من تقاطب وآراء متضاربة حول الأبعاد والأفاق وحول استشراف العمل الانتخابي المقبل، وإلى أي حد أن هناك تأطير دستوري قانوني وتنظيمي محكم، وإلى حد أن كل ما يتعلق بتوفير شروط الإجراءات المتعلقة بجعل المواطن يتحفز إلى صدق اقتراع، أن نحن الآن في إطار مخاض إلى أي حد أن المواطن سوف يقبل على الانتخابات، خاصة ونحن في إطار قراءة أرقام إحصائية حول معطيات مرتبطة بمنسوب المشاركة السياسية منذ سنة 1963، خاصة انتخابات 17 ماي 1963 الشرعية إلى الآن 7 أكتوبر 2016، نجد بأن هناك تراجع كثير لهذه نسبة المشاركة، ولا يحد نتحدث على هذه الأعطاب وإلى الاختلالات. هل يتعلق الأمر
المنظومه الديمقراطيه التمثيليه، هل يتعلق الامر برهان سياسي، هل يتعلق الامر ب يعني ازمه خطاب سياسي، وبالتالي هناك تساؤلات كثيره. المهم هو ان هناك يعني ضروره ان نشارك من خلال اللقاء العلمي الى اعطاء اراء وتوصيات تساهم على الاقل بتقريب المواطن وجعله يكون يعني في استحقاق المقبله يشارك بكثافه في اطار الانتخابات المقبله، وان يكون قيمه مضافه، خاصه وان المشارك ان المواطن هو عمود النظام الديمقراطي، وان لا يمكن ان نتحدث على مستقبل البلاد في اطار ما يسمى بالنموذج التنموي وفيما يسمى بالتحققات الديمقراطيه بدون ان يكون هناك مشاركه فعاله للمواطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.